دول عربية تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء وأخرى غدا. محمد بن زايد يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك. خادم الحرمين وولي عهد يؤديان صلاة العيد بالمسجد الحرام. الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة طرابلس اللبنانية. الانتقالي السوداني يدعو لانتخابات خلال 9 أشهر. السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر. قطر تسمح بتناول الخمور في مونديال الأندية. وزير الخارجية الأمريكي يحذر سويسرا من الشركات الصينية. تركيا تؤكد تمسكها بصفقة شراء صواريخ S-400 الروسية. اليابان توقف عمليات البحث عن طائرة عسكرية مفقودة. بكين تستضيف كأس آسيا لكرة القدم 2023.